الفصل السابع عشر في ذكر المحبة. اعلم أن المحبة هي ماء الحياة الإلهية المقدس. المعرفة لما قالها، نعم، لما تكلم عن المعرفة قال لك الجماد لما عرفه، نعم، شق وتجلى له، يعني يقصد أن الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. ولذلك يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. إمتى؟ إذا ربنا اللي قرأ على هذا المكان، فيوم القيامة لما يقرأ على أهل الجنة القرآن يعلمون مراده، ولا تفسير ولا غيره، يعلمون ما يريده من هذا الكلام. بتني مولانا يقول وكيف تعرفه المعرفة الخاصة التي تليق بلكون الوجود كله يعرفه إلا المعرفة الخاصة التي هي لأكابر الراسخين مقربين. ثم إن أقوى درجات معرفة الخاصة هي درجة رؤيتي عز وجل، هذه هي رأس مال المعرفة الإلهية العظمى التي قتلت القوم وما نالوا من أثرها شيئا إلا نفعة كانت لمحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم فرد بها على العالم. فمعرفنا مش مستوية اللي جاره ومولود معاه وعاش طول حياته جنب منه، مش زي واحد طرق عليه ويعرف. فهنا الناس الراسخون والخواص لهم معارف أكثر من عوام الناس، كويس. فيقول الصديق عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، وقال علي لو انكشف الغطاء ما ازددت يقينا. مولانا بس هو هني الطعمي يقول فإن الولي لا يسمى عارفا إلا إذا اهتم بالمعرفة واستوت على هيكله، ومقام العارف أرقى من مقام الولي. أيوه هناك والله المعرب يقول غير كده، يقول مقام النبوة في برزخ دون الولي وفوق الرسول، يعني هو فوق الرسول. فوق الرسول، أيوه. والمعرفة هي ناموس الواصلين، نور يلقيه الحق تعالى في قلب السالك فيعبر به عن مقام الحضرة وما يعني من مواجهة التجليات، يبدو فيه من مرآة ذلك الناموس العجيب. أيوة. هذه المعرفة أنوار في القلب تتجلى على الوجه. ويقول ولولا المعرفة لكان الوجود جاهلا محضا، لولا أن حركه الحق تعالى بهذا النور المأخوذ عنه، فالجماد عينة عرفه به لما تجلى عليه، وكل شيء يصبح عين الحق تعالى يشم أنفاس معرفته سبحانه وتعالى. صحيح. الجماد يعرف معرفة غير معرفة الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. الله. هذا الحجر الأسود كل ما يمر والوالد سيد يوسف الروح الزناب شيخ الطريق رفع سوية معلق كان ببيته، من ذاق عرف ومن عرف اقترف ومن اقترف فقد عرف.